ذلك السر عاد لنا حريتنا أيها الشاويش سانسا. أسرنا قائد المغول كالحيوانات يا عثمان، وفجأة أتيت لتنقذنا بإعطائه ما يدعى قانون جنكيز، ولم تتنازل لتخبرنا أين وجدته. أتطلب الآن دية لأنك أعطيتني حريتي؟ السر سري أيها الشاويش، تفهم ذلك. السر سرك إذا. جيد، وهل تخفي أسرارا أخرى؟ قل. أهكذا يكون رفيق الدرب؟ كيف سأثق بك وأقاتل إلى جانبك؟ كيف سأرسل مقاتلي خلفك إلى الموت؟ عندما تتدخل الأسرار تنتهي الثقة يا عثمان. لقد تماديت أيها الشاويش. أنت بطل يا عثمان، وأنت ذكي وبارع وشجاع جدا، لكنك غير ناضج يا عثمان. عد لرشدك أيها الشاويش سامسا. أنت شاب نارًا، لقد غامرنا بأرواحنا وأنت تتصنع دور السيد وتظلم تضحياتنا. لا يمكنك البقاء في هذه القبيلة عثمان. كونور اهدأ. أخي بوران، هل ندخل؟ لا يا أخي، لا يمكن الدخول بينهما. ليحل الأمر بينهما، لننتظر. هذه كل قوتك أيها الشاويش؟ فعلت هذا بي. لا يمكن لنا تأسيس دولة بمن يدير ظهره ويمضي عند أقل مشكلة. إن أعطيتك فرصة فلن يطيعني أحد بعد ذلك. كان عليك ألا تتمرد علي سامسا. لقد نفذ صبري.